بقولك ده كداب ياما. لا الشقة اللي هو قاعد فيها دي فرج اشتراها له، أنا متأكدة. طبعا هتلاقي العقربة مراته وأمها ورا الحكاية ديت. لا مش هديها له ياما، أنا خلاص وعدت فوزي. أيوه ابن عمته عايز يتجوز فيها. أيوه حدها له. ازاي يا بنتي بس؟ انتي بتفكري ازاي؟ مش عايزة تاخدي منه حاجة من الشقة خالص؟ ازاي؟ اسمع ما اقولك، اخوكي جايب فيها 25,000 جنيه، بقولك ابن اختي كيداهم هيدفعهم له، صدقيني. جاتك نصيبة. ايوه يا زهرة، بقولك 25,000 جنيه. وكمان عايزين تدوا الشقة للولاية اسمها كيداهم؟ يا نهار اسود، قول الخليل يشيل الموضوع ده خالص من دماغه، كفايه اللي بنهبه مني كل شهر. طب على الاقل فوزي جمال مغرقاني يعني. خلاص سيبك بقى من موضوع الشقه دي. مروان بيرضى وماجد بياكل كويس؟ مش عايزه اقول لك يا عم العيال دول وحشوني قد ايه. لا وانت كمان وحشاني يا حبيبتي. والله يا اما انا عايزه ارجع، بس كل ما اقول لفريد يقولي معلش خلينا قاعدين شويه، ادينا بنتفسح وبنغير جو.